في حفل من طار المعاني بالوفا والطيب واجسال المعاني الكرم والجود خصلة من خصالة والشجاعة ورث جدة ورث خالي والمطير صاحب الحفلة تقدم والتشرف يوم رحب بالضيوفي يا لا لا لك يا لا لا لك يا لا لا لك والتشرف يوم رحب ترحيب قدر ومودة للضيوف الحاضرين أول والتالي مرحبا والضيف يلقى في قدومه طيب عود وطيب نفس وعود فالي انضخنا بالعود الأزرق في مجية ويدي قهوة الكيف من صفر الدلالي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 وتشرف يوم رحب إكرمة وكرامنا للضيف عادة ما نقلط في الصحون إلا الجمالي عادة في الابن من جدة ورثة وارثين المجد من طول المعاني الولد منا من الصغر تعلم ياخذ دروسه من إكرام السبالي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وتشرف يوم رحب الضيوف قبل علمنا القراية والكتابة يتعلم وافن الخصالي واشهد ان الحفل عن كل المحافل محفل غالي ومن شرفه غالي والمطيري على العزة تقدم يشهد ان من كرام الطباعي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وتشرف يوم رحب الضيوفي الوفا والطيب وعلوم الشكالة كيف ما يطري بعد متعف طرالي بارك الله لك زواجك يا متعب يا عسى ليلتك من خير الليالي ليلتي فيها السعادة والمحبة والسرور عم الأقصى والموالي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا مرحبا في حفل من طار المعالي بالوفا والطيب واجسال المعاني الكرم والجود خصلة من خصالة والشجاعة ورث جدة ورث خالي والمطير صاحب الحفلة تقدم.